مرحبا بكم على قناتكم Water Life. يرجى عمل سبسكرايب لتشترك بالقناة ويصلك كل ما هو جديد. إلى المياه الجوفية اللاهوائية. المياه الجوفية اللاهوائية slightly anaerobic groundwater موجودة تحت طبقة محصورة كما ذكرنا في المحاضرات السابقة. يرجى الرجوع إلى المحاضرات السابقة حتى نفهم ما هي المياه الجوفية اللاهوائية ولماذا سميت بهذا الاسم. مواصفات المياه الجوفية اللاهوائية كالتالي: أولا، تتميز المياه الجوفية اللاهوائية بنقص الأكسجين. ثانيا، وجود الأمونيوم والحديد والمنغنيز، فهي غنية بالأمونيوم والغنية بالحديد والمنغنيز. طريقة معالجتها كذلك: نبدأ بعملية التهوية. التهوية كما ذكرنا سابقا لإضافة الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون. طيب، كذلك لوجود غناها بالحديد والمنغنيز، التهوية أيضا ضرورية في عملية أكسدة الحديد، بمعنى تحويل الحديد من حديدوز Fe بلس 2 إلى حديديك Fe بلس 3، إلى حديديك بمعنى إلى هيدروكسيد الحديديك، يكون على يترسب، يعني يكون على شكل راسب. نستطيع أن نتخلص منه عن طريق إدخال المياه إلى الفلتر الرملي، حيث يقوم بإمساك هذه الرواسب والتخلص منها. كيف يتم؟ طبعا هي غنية أيضا بالأمونيوم. كيف يتم عملية التخلص من الأمونيوم؟ كذلك بعملية التهوية. فعملية الأكسدة تحول الأمونيوم إلى نيتريت، ثم تحولها إلى نيترات. بعد عملية التهوية، الآن كما ذكرنا تكون رواسب من هيدروكسيد الحديديك وغيرها من هذه الرواسب. نقوم بعملية التخلص منها بإدخالها عن طريق راشح رملي، الترشيح بالرمل. طبعا الترشيح نوعين، هناك الحبيبات المغمورة، الترشيح بالحبيبات المغمورة، وكذلك هناك الترشيح الجاف. طبعا هذا الترشيح هو عبارة عن سرير رملي يمسك أكاسيد الحديد والمنغنيز، وكذلك كما ذكرنا يتحلل هذا على السرير الرملي الأمونيوم إلى نيترات بفعل البكتيريا. لا تنسى عمل اشتراك وأعجبني للقناة وتفاعلكم مع القناة.